بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم راح نكمل درسنا مع أكاديمية الميقات الإسلامية، طلاب الصف الخامس. تمام، وصلنا لعند مجموعة الحاضر الصف 20. بدي أسأل هسه، إحنا على أي برنامج شغالين يا خامس؟ مايكروسوفت اوفيس وورد 2007. ممتاز، مايكروسوفت اوفيس وورد. أنا عبد الله يا أستاذ. نعم بعرف، ممتازين، مايكروسوفت اوفيس وورد 2007. طب ما هي خطوات تشغيل البرنامج؟ يلا مين بدي يحكي؟ ارفع البروجرامز مايكروسوفت اوفيس مايكروسوفت اوفيس وورد 2007. عبد الله، عبد الله خلينا نشارك بطريقه منظمه، اللي بده يشارك يرفع ايده. اوكي، رايز هاند بليز. ماشي، رفعت تفضل. اول واحد استاذ، ممكن طلب؟ تفضل، ابلش انا استاذ. وسام، وسام وسام، في عندك سؤال؟ لا، بدي شو اسمه، بدي تبعت لي صفحة 18 إذا سمحت. طيب ماشي، ببعث لك إياها ولا يهمك. خلينا نكمل. عبد الله سعيد، احنا وصلنا لعند خطوات تشغيل البرنامج. خطوات تشغيل البرنامج حكى لنا إياها عبد الله سعيد. ستارت أول بروجرام مايكروسوفت مايكروسوفت أوفيس مايكروسوفت أوفيس وورد 2007. ممتاز، مايكروسوفت أوفيس وورد 2007. تمام، هاي الوورد، هاي شغلنا الوورد. اوكي، هاي اشتغلت الشاشه الرئيسيه عندي، فتحت الشاشه الرئيسيه للبرنامج. بدنا نتعرف على مجموعه الحافظه كليب بورد. مجموعه الحافظه كليب بورد هي عباره عن مجموعه تابعه للقائمه هوم، تابعه للقائمه هوم. هي مجموعه تابعه للقائمه هوم. تمام، هي مجموعه، هيها كليب بورد، مجموعه الحافظه تابعه للقائمه هوم، وتحتوي على اربع ازرار رئيسيه اللي هي البيست والكات والكوبي والفورمات والفورمات بينتر. تمام، ولكن احنا راح نتعرف على الثلاث ازرار هاي، البيست والكات والكوبي، وظيفه كل منها وشو بنستفيد منه. تمام، اول اداه، اتفضل يا يزيد. يزيد، اول اداه صفحه 20. بيست وكوبي وفورمات بينتر. اوكي، أداة بيست، أداة لصق بيست. ما وظيفة أداة لصق بيست يا خامس؟ خامس أستاذ عادي أجاوب؟ تفضل يا عبد الله. تستخدم هذه الأداة للصق محتويات الحافظ. ممتاز، يستخدم للصق المحتوى، يستخدم للصق المحتوى. ولكن هسه بدنا نتعرف اول شيء على كات وكوبي. كات، ما هي وظيفه اداه كات اللي هي قص؟ قص، تفضل يا يزيد. يزيد، طيب بنحول السؤال للطالب ريموني. ريموني، اداه قص كات، ما هي وظيفتها؟ اقرأ لي اياها اذا سمحت يا ريموني. يستخدم هذه الأداة للصق محتويات الحافظة. ممتاز، أداة قص يستخدم لقص ما تم تحديده في المستند يا ريموني ووضعه في الحافظة. يستخدم لقص ما تم تحديده. أنا حددت مثلا النص، بدي أقصه، بدي أخذه كله. كات يعني تأخذ المحتوى بدون ما تترك نسخة منه. طيب الكوبي أو الكوبي عفوا، بدنا نتعرف على الكوبي. تفضل يا عبد الله. يلا يا أستاذ. كوبي أداة نسخ، تستخدم هذه الأداة لنسخ ما تم تحديده من المستند ووضعه في الحافظة. ممتاز، يعني أول شيء في عندي نص معين. تمام، في عندي نص معين بدي اعمل له كوبي، يعني اخذ نسخه منه. كوبي، اخذ نسخه منه مع بقاء النسخه الاصليه في مكانها. اما الكت للنص المعين هذا، الكت يعني اخذ النص، تمام، بدون ما اترك نسخه يا عبد الله. اذا الكوبي انك تاخذ نسخه وتخلي النسخه الاصليه موجوده في مكانها، اما الكت انك تاخذ هذا النص بدون ما تترك نسخه. البيست بتذهب الى المكان المراد تحديد النص فيه، المراد وضع النص فيه، بتحط المؤشر فيه وبتضغط كليك يمين على زر الفأرة الأيمن، بيظهر لك خيارات، بتختار
بيست يعني لصق النص اللي انت اخذته، اخذت نسخة منه او انت قصيته. اوكي يا خامس، هاي هي ادوات الموجودة في الكليب بورد اللي هي مجموعة الحافظة اللي هي البيست والكات والكوبي. تمام، في سؤال يا خامس؟ في سؤال خامس؟ في سؤال؟ في سؤال يا خامس؟ لا يا أستاذ كمل. ممتازين، خلينا نشوف مجموعة إعداد الصفحة اللي هي البيج سيتب. مجموعة إعداد الصفحة بيج سيتب، مجموعة إعداد الصفحة بيج سيتب. البيج سيتب شباب تابع لقائمة البيج لياوت، تابع لقائمة البيج لياوت. خلينا أوريكم إياها بس. ثواني خليكم معي. البيج سيت اب تابع لقائمه البيج لاي اوت. شايفين البيج لاي اوت على الشاشه؟ شايفين البيج لاي اوت؟ تمام، البيج لاي اوت. البيج لاي اوت هيها. البيج سيت اب هي تابعه لقائمه البيج لاي اوت وبتحتوي على عده ازرار رئيسيه. راح نتعرف على هذه الازرار. اول زر وهو المارجن. المارجن يعني الهوامش. شو قصدهم بالهوامش أو ما هو المقصود بكلمة هامش؟ الهامش وهو المساحة الفارغة التي تترك بجانب على أطراف الورقة. الهوامش اللي هي المساحات الفارغة العلوية والسفلية والجانبية من اليمين واليسار. إذن الهوامش وهي المساحات الفارغة يا خامس، المساحات الفارغة من الورقة، المساحات الخالية من الكتابة الموجودة في الورقة. شايفين هالمارجن هوامش؟ تمام، ويمكن تحديد الهوامش باستخدام طريقتين. يمكن تحديد الهوامش باستخدام طريقتين. أول طريقة وهي المارجن، وهي إذا ضغطت على زر هذا المارجن بيظهر لك هوامش جاهزة يا عبد الله، بيظهر لك هوامش جاهزة تختار منها الهامش المطلوب اللي بدك إياه. تمام، أو يمكن في آخر الأشكال من الهوامش في امر او امر اخير تحت اسمه كاستوم مارجن. كاستوم مارجن، كاستوم مارجن هذا لتحديد الهامش بالشكل اللي بدك اياه، بالمسافه اللي بدك اياها. يعني شايف المؤشر عندي انا هنا على الشاشه؟ شايف المؤشر يا عبد الله؟ اي استاذ شايفينه. تمام، هذا المؤشر ببلش يكتب. تمام، وهي المساحه الفارغه بتضلها فارغه، هاي اسمها هامش، هاي اسمها هامش. المساحه العلويه من هنا لفوق، من هلا فوق اسمها هامش. تمام، تمام. أداة الاتجاه، أداة الاتجاه اللي هي الاورينتيشن. أداة الاتجاه الاورينتيشن تتحكم في اتجاه الورقة. اتجاه الورقة اللي هو في عندك خيارين لاتجاه الورقة، في عندك اتجاه عمودي وفي عندك اتجاه افقي. افقي وعمودي. افقي زي الصورة، الصورة الشخصية مثلا بتكون افقية، الصورة المكبرة تكون افقية. أو أما الورقة اللي بيكون مكتوب عليها في المدرسة هي عمودية، ويدعى لاندسكيب أفقي أو بورتريت عمودي. تمام، هاي هي زر الأورينتيشن. الأورينتيشن يتحكم في اتجاه الورقة، إما عمودي وإما أفقي. أما الزر الثالث الموجود على فقرة البيج سيت اب التابع لقائمة البيج لاي اوت اللي هي السايز. السايز يا شباب اللي هو يتحكم في حجم الورقة. حجم الورقة، طب كيف يا أستاذ حجم الورقة؟ في عندنا احجام للورق. في احجام الورقه اللي احنا بنطبع فيها، بنطبع عليها في المدرسه، هي ورقه اسمها A4 او حجمها او سايزها A4. طيب في ورق اكبر منها ماذا يدعى؟ الورقه اللي اكبر من A4 تدعى A3، والاكبر A2، اكبر A1. يعني A1 اكبر من A2 من A3 ومن A4، صح يا عبد الله؟ تمام، ماشي يا استاذ. حلو. أما الأداة الرابعة وهي أداة الأعمدة. أداة الأعمدة شايفينها على الشاشة، هاي أداة الأعمدة. أداة الأعمدة هاي تستخدم لعمل أو تستخدم لتقسيم النص إلى أعمدة. كيف الأنشود الموجود عندك في الكتاب العربي أو القصيدة بتكون مقسمة إلى قسمين؟ من خلال أداة، من خلال زر كولوم. كولوم يقوم بتقسيم النص إلى أعمدة، يقوم بتقسيم النص. أستاذ بتكون مقسمة بالضبط، يقوم بتقسيم النص إلى أعمدة. طب هاي القصيدة مرات بيكون مكتوب عليها 1 2 3 4 5 ملقم الأسطر، صح؟ معناها مقسمات بس ملقمات.
حتى المسا بتحكي لكم احفظوا مثلا اول خمسه تمام ومرقمات، تقولنا احفظوا اول خمس ابيات بالضبط. هذا من خلال زر هيو اللاين نمبر. زر اللاين نمبر هذا لاضافه ارقام الى الاسطر، لاضافه ارقام الى الاسطر، والارقام هاي بتكون موجوده في الهوامش، مكتوبه في الهوامش تمام، من خلال زر اللاين نمبر. والحصه الجايه ان شاء الله انا راح اعرفكم كيف يتم عمل كل هذه الازرار خطوه خطوه تمام، وبنكون وصلنا لحد صفحه 23. الحصه الماضيه ان شاء الحصه القادمه ان شاء الله بنكمل. في سؤال يا راه خامس؟ في حد عنده سؤال؟ لا يا استاذ. يزيد في حد عنده سؤال؟ لا. طيب هيك بنكون انهينا درسنا اليوم، ويعطيكم العافيه يا ابطال. الله يعافيك، وانت يعطيك العافيه استاذ. يعطيك العافيه يا عبد الله. كيف مشاركتي بالحصه؟ ما شاء الله عليك، من الطلاب المجتهدين والمميزين يا عبد الله.